طيب هنستكمل، احنا كنا بنتكلم على المناقصات والعطاءات، هنستكمل الموضوع بتاعنا. ففي حاجة بنسميها هندسة التسمين، التسمين أو التقييم يعني، تمام؟ ده بيحصل إيه؟ دي بتبقى عملية مراجعة بتحصل للعقد. دلوقتي في عقد هيتوقع أو منتظر إن هو يتوقع ما بين المالك والمقاول اللي هي إيه هيفوز في المناقصة. ففي مرحلة التصميم، تصميم المشروع يعني، العقد دوت بيتم ليه عملية مراجعة، بيسموه اللي بيراجع ده من ضمن بقى ممكن الاستشاري، بيعمل عملية تسمين للعقد، بيدرس تكاليف المشروع وزمن التنفيذ واحتمال وقوع من النزاعات، بيمسك البنود المكتوبة في العقد ويفحصها من خلال النقط دي، من ناحية التكاليف، هل في ممكن تبقى تكلفة أقل على المالك؟ هل ممكن نقلل زمن التنفيذ؟ هل ممكن في بند من البنود يبقى يتسبب في حدوث مشاكل ما بين المالك والمقاول أو كده؟ تمام؟ وبناء عليها بيغير في محتوى العقد، تمام؟ طبعا هو كده في المرحلة دي هو كل ده لمصلحة المالك، يعني هو دلوقتي بيراجع العقد بهدف يقلل تكلفة المشروع ويحسن كفاءة التنفيذ ويقلل الزمن، تمام؟ يبقى المراجعة دي بتتم لتحقيق مصالح المالك وأكبر فائدة من المشروع. طيب مرحلة التنفيذ، ده بتاع المقاول، هل المقاول هو التاني بيعمل تقييم أو تسمين؟ بالتأكيد، يعني احنا اتكلمنا قبل كده ان قلنا ان في انواع من العقود لو المقاول وفر في التكلفة ليه نسبة من التوفير دوت، تمام؟ طيب هو عارف يوفر ازاي؟ عمل تقييم او تسمين بعد ما رست عليه المقاول، درس العقد كويس وشاف اسلوب مناسب لتنفيذ البنود ديت بحيث يوفر التكلفة، خلاص؟ يبقى هو عمل التسمين أو التقييم بتاعه بحيث ينفذ نفس البنود المطلوبة بنفس الكفاءة مع توفير في التكلفة، تمام؟ طيب في مرحلة التصميم زي ما هو مكتوب، اللي بيقوم بالتسمين دوت بياخد المكافأة بتاعت التسمين بتاعته أو التقييم بتاعه من المالك، الاستشاري شغال لحساب المالك وبيجود الشغل وبياخد أجره من المالك. طيب التقييم أو التسمين أثناء التنفيذ زي ما قلنا كده بيكون نتيجته إن المقاول بيعرف يوفر في التكلفة، يقلل في زمن المشروع، وبياخد مقابل متفق عليه مع المالك زي ما شفنا في أنواع العقود قبل كده، ممكن لو وفر في التكلفة لنسبة من التوفير أو لو قلل الزمن بتاع التنفيذ برضه بيبقى ليه عائد بيعود عليه من المالك، تمام؟ طيب قرار تقديم العطاء دي طبعا كده شركة مقاولات هتتقدم للعطاء. إيه العوامل اللي بتتحكم في دخول شركة ما أو إن هي تقدم عطاء أو إن هي تقوم بتنفيذ مشروع؟ بيبتدوا يبصوا على قيمة الضمان. احنا ذكرنا قبل كده ان في ضمان، اللي بيتقدم لعطى بيدفع ضمان يلزمه بانه ينفذ العقد لو العطى راس عليه، يعني دلوقتي في عطى تام والمقاول استقر ان في عطاء معين هو اللي فاز، ماشي؟ ممكن العطى اللي فاز دوت يغير رأيه وما ينفذش، فبيبقى دافع ضمان بحيث لو غسل عليه العطاء ومنفذ الضمان ده يروح عليه. طبعا الضمان ده ضروري للمالك لان هو عشان ينفذ العطاء كان عمل اعلانات وفي وقت ضاع وفي شغل اتعمل، فكون ان واحد يفوز وبعد كده يتراجع يبقى ضيع المصاريف ووقت الايه المالك، فهيشوف الضمان اللي هيدفع قد ايه مكان تنفيذ المشروع. يعني نفرض الشركه مثلا شغاله
نطاق شغلها في محافظة من المحافظات، ومش هي وما بيشتغلش في حتة بعيدة، محافظات بعيدة مثلا، عزاز نطاق الشغل بتاعه وإمكانياته كده. فقيمة الضمان مكان المشروع فين، المالك وحالته المادية، يعني المقاول برضو عايز يشتغل يطمن إنه هياخد مستحقاته، كل ده بيبقى هو مشغول بيه. طبيعة وحجم المشروع، في مقاولين بيبقى عندهم خبرة في مشاريع معينة هو بيحب يشتغل فيها أو يفضل إن هو يشتغل فيها، تمام، وإمكانياته ممكن ما تسمحش إنه يشتغل في مشاريع كبيرة حتى لو في نفس مجاله، يبقى هو بيفضل نوعية معينة من المشاريع بحجم معين يناسب إمكانياته. فبيبص على طبيعة وحجم المشروع، نوعه إيه وحجمه قد إيه. مصمم المشروع احتمال برضه يبقى فيه معاملة ما بين المقاول والمصمم، ممكن أثناء التنفيذ المقاول يواجه بعض مشاكل أثناء التنفيذ، فيرجع بملاحظات على التصميم اللي هو ينفذه ويرجع بيه للمصمم، فبرضه يهمه إن المصمم يبقى إيه زي متعاون معاه، فبيشوف برضه مين اللي مصمم للمشروع. إمكانية وجود جهاز إداري داخلي، طبعا شركة مقاولات ممكن واخدة كذا مشروع بتنفذه، فممكن يكون إمكانياتها الداخلية الجهاز الإداري بتاعها متوزع على مشاريع وما يكونش كافي، هل هو يسمح بدخول المشروع الجديد ده ولا لا، هل عنده الاستاف بتوعه اللي هيقدر يوزعهم على المشاريع اللي هو شغال فيها ولا لا. برضه وجود جهاز إداري، ماذا احتياج الشركة اللي عمل، هل هو الشركة دلوقتي شغالة يعني ممكن يكون شغال في كذا مشروع ومشغول بيهم مش محتاج ان هو يخش في مشروع جديد. برضو احتياجها للعمل، وجود منافسين، طبعا هيتقدم بعطاء لو في منافسة هيحاول بقى ينزل بقيمة العطاء بتاعه لحد أدنى ممكن، فده بيتوقف برضو على وجود منافسين قد إيه. وتوفر العمالة، بيعمل المشروع في مكان معين بيجيب العمالة من المكان ده، هل في المكان ده في عمالة أو في مكان قريب منه ولا هيجيبهم من حتت بعيدة يضطر مثلا يسكنهم أو يجيب مواصلات على حساب، وكل دي حاجات بياخدها في الاعتبار، تمام. طيب بيحتاج المقاول انه يزور موقع المشروع، يعني مش يقدم في المناقصة ويكسب وبعد كده يتفاجئ بوجود حاجة مثلا ما كانش عامل حسابها عوائق موجودة في مكان المشروع ما كانتش مذكورة في المناقصة، فقبل برضو ما يقدم المناقصة بيزور للمكان اللي هو هيعمل فيه الشغل، تمام، بيشوف بقى ان كان فيه عوائق موجودة، يعني هو المفروض هيوقع العقد ويستلم المكان عشان يبتدي يشتغل، ممكن لو المكان فيه مشاكل يبقى الحاجات دي جت ايه على مسؤوليته هو، فبيدرس بقى وجود عوائق، تمام، لو في منشآت مجاورة وهو عايز يأمنها، يعني ممكن طبيعة الشغل نفسه بيستخدم معدات تأثر على المنشآت المجاورة، أو ممكن طبيعة المكان مش عايز مكان سكني وممكن الأصوات بتاعة الشغل والضوضاء، أو إن ما ينفعش مثلا العمالة تسهر لوقت معين، فهو كل ده بيعرفه لما يزور الموقع، هل المكان ده ليه اشتراطات معينة طبيعة معينة كده، هل في موارد، يعني هل طبعا الجزئية بتاعت العمالة دي هو كان شافها برضو قبل كده، هل في عمالة ومعدات مناسبة للمشروع، هل في مقاولين من الباطن هيقدر يستعين بيهم، طبعا مقاول الباطن ممكن بينفذ أو بيورط، يعني المقاولين يعني حتى اللي بيورد حاجات ده مقاول من الباطن بيقوم بعملية التوريد على أساس إن المقاول الرئيسي بدل ما يشتري الحاجة لا بيتفق مع مقاول يورد له الحاجة. طيب هل المكان فيه خدمات كهرباء مية مواصلات للعمالة كده،
سبل الإعاش، يعني الموظفين دول هم شغالين، هل مثلا في مكان قريب في الأكل والشرب مثلا، ولا هيضطر يجيب لهم الحاجة من بره من مكان بعيد، كل ده بيدرسه. وطبعا كلها حاجات مهمة، يعني هيفرق معاه كتير إن موقع الشغل العمالة بتوصل بنفسها للموقع ولا هو اللي مضطر يوفر لها مواصلات. تمام، مع طول مدة المشروع لو العمالة عددها كبير بتبقى تكلفة عالية. كل دي حاجات لازم بيكتشفها لما يزور الموقع. ممكن بعض الحاجات دي مش باينة في الورق بتاع المناقصة، لازم هو اللي يزور الموقع ويكتشفها. طيب، في جزئية فترة تقديم العطاء، يعني دلوقتي شركة المالك بيعمل إعلان وباسم المشروع بتاعه وكده، وبيطلب مثلا ان هم يقدموا له العطاء في خلال شهر مثلا، او زي ما مكتوب مثلا هنا من اسبوعين لست اسابيع. طيب، يبقى بعد شهر يبتدي يقدموا العطاء، او من اسبوعين لست اسابيع يبتدوا يقدموا عطاءاته. طيب، ايه اللي بيحصل في الفترة دي، في فترة الشهر او الست اسابيع؟ بيبتدي المقاول بيعمل عملية تتمين للمناقص. هو دلوقتي معاه التصميمات والمواصفات اللي هينفذ بيها، يبتدي يروح على بند بند، يقعد يعمل بقى تصميم دقيق. الجزئية دي هتتنفذ هتكلفني كذا، وطبعا هيحسب الربح اللي هو اللي هياخده من المشروع على البند ده، ويبتدي يجمع في جزئيات معينة مش هو اللي هيقوم بيها. طب هيجيب مقاول من الباطن، طب يبتدي يشوف المقاولين اللي هيطلبوا منه كذا، يقعد يجمع كل ده. فالفترة بتاعت الشهر، شهر ونص دي بالنسبة له فترة يعني شغل، ما فيهاش وقت فاضي أصلا، بيحسب بنود هو هينفذها، بيدور على مقاولين هيستعين بيهم، المقاولين من الباطن دول هيتقدم مجموعة يبتدي يختار منهم. فيبدو ان الشهر وشهر ونص دي كمان ممكن ايه في بعض الحالات تبقى فترة كمان قليلة. طيب، لو الفترة دي قليلة وما تناسبش عملية التسمين اللي بيقوم بيها المقاول، فزي ما مكتوب هنا ممكن المقاول يحط سعر اعلى. يعني هو دلوقتي بيحسب والوقت مش مناسب ومفروض وميعاد التقديم قرب، تمام، فبيحط سعر، السعر ده بيبقى ايه مغطي نفسه بحيث انه ما يظلمش نفسه، فهتبقى هيضطر يحط سعر عالي. تمام، فمن مصلحة المشروع ومن مصلحة المالك ان يدي الفترة دي مناسبة بحيث المقاول او المقاولين بتأني كده يحسبوا قيمة العطاءات بتاعتهم، لأن طبعا بيبقى هم هدفهم هم بيبقوا يحسبوا إن يحققوا ربح ويقدموا أقل قيمة للعطاء. هو كل ما ياخد وقته أو ياخد راحته في عملية الحساب دي بيقدر يوصل لأقل قيمة يتقدم بيها. لو اتزنق في الوقت ممكن يحط رقم عادي ما يناسبش المالك. تمام، وبالتالي المالك يراعي الجزئية دي، يدي فترة كافية للمقاولين. طيب، دقة معلومات المناقصة، الأوراق بتاعة المناقصة اللي هي حصل عليها المقاول دي بيعدها المالك، فالمفروض دقة المعلومات ديت دي مسؤولية المالك طبعا. انت مفروض مدي المقاول ورق عشان يفحصه، فالمفروض الورق ده يبقى سليم. بيتم اكتشاف أخطاء، يعني المقاولين بعد ما توزع عليهم ورق المناقصة وهم بيحسبوا ويدرسوا الورق بيكتشفوا أخطاء بيرجعوا بيها للمالك، يعني ده بيبقى أمر وارد. يعني في حسابات جزء حاجة في التصميم مش مظبوطة، أو كان في جزء أفضل منها، عملية تنفيذ أفضل. طبعا المقاول برضه هي في النهاية شركة فيها مهندسين وليهم خبراتهم، يعني ممكن يطلعوا ملاحظات على التصميم، ممكن ملاحظاتهم دي تبقى هي الأفضل في التنفيذ، يعني يلاقوا إن حاجة متصممة بشكل معين وممكن تتنفذ بشكل أفضل، ممكن يرجعوا للمالك بالملحوظات دي. طيب، المناقصة بقى بيبقى فيها تعليمات
للناس اللي متقدمة للمناقصة. طيب التعليمات دي بتبقى زي ايه؟ هو راح شال الورق بتاع المناقصة، فمكتوب فيها زمن تقديم العطاء، يعني انت هتقدم العطاء بتاعك من يوم كذا لكذا. طبعا بيديه فترة في الأول اللي قلنا عليها من أسبوعين ل6 أسابيع، دي بيقعد يعمل الحسابات بتاعته وعملية التسمين والتقييم بتاعته. بعد الفترة دي بتروح محدد له فترة زمنية يقدم خلالها العطاء بتاعه، بيحط له في الورق نموذج يحط فيه العطاء، استمارة فيها بيانات يملاها، يحط فيها قيمة المبلغ وبيانات تانية، ما بيسيبهاش كده. طبعا قيمة النموذج ده بيسهل بعد فتح العطاءات عمليات المقارنة، لأن كده كل عطاء طالع منه نفس النموذج، فاللي بيقارن ويبص بيبص في نفس الاستمارة. تمام. في بقى تعليمات تانية، اللي دي طبعا تعليمات للمقاولين، بيقول لك كل البنود في جدول المناقصة يجب أن تسعر. هو مدي جدول فيها بنود، طالب منه إن يديه سعر الكل بند. طبعا أنت هتديني السعر الكلي وسعر تفصيل الكل بند، ليه؟ بيفيد في إيه؟ حتى في المناقصات اللي هي بتاعت السعر، المناقصات المنافسة أو السعر الثابت، ما واحد يقول لا الله، طب ما هو خلاص هو هياخد مبلغ ككل على المشروع ككل، لما ينفذ المشروع هياخد مبلغ معين، ايه قيمة بقى ان هو يديني قيمة بند بند، ايه لازمتها؟ بيقول لك ان بيحصل اثناء التنفيذ ان ممكن امر يستجد، يعني ممكن مثلا مكتوب في المناقصة انت هتمدلي مثلا، نفترض على شغل الكهرباء مثلا، هتمدلي كابلات بطول 1000 متر. تمام. اثناء التنفيذ طلعوا 1050. طب ال 50 متر دول هيتحاسب عليهم ازاي؟ هو كان موجود من داخل المناقصه الورق اللي اتقدم ان هو كان مسعر البنود، كان سعر المتر بكذا، فمين هيعرف بقى ال 50 متر اللي جدوا دول هيتحاسبوا عليهم ازاي؟ تمام. هل في بدائل للمشروع؟ ايه البدائل دي؟ دي هنشرحها في بند بعد كده، فدي هنسيبها شوية، هي جاية في المحاضرة، نفس المحاضرة. طيب هيبعت العطاء عن طريق البريد او الفاكس، هل ممكن تعديل في المناقصة؟ يعني انا دلوقتي بطلب منك حاجات بشكل معين، ممكن تقول له لا هعمل كذا بسعر كذا، هل في تعديلات كده؟ كل الحاجات دي يعني تنبيهات لازم يبقى المقاول على خلفية بيها قبل ما يقدم العطاء بتاعه. ممكن بيطلب منه برضه سجل الخبرات بتاعه، احنا قلنا حاجة زي دي قبل كده، بعض المشاريع عايزة مقاولين بخبرة معينة، فبيطلب منه يقدم ما يفيد خبرته في المجال ده أو في الجزئية بتاعت أو نوعية المشروع. طبعا في بقى الرسومات الهندسية والمواصفات والبدائل. طب احنا عند جزئية البدائل دي، هي ليها عنوان جاي هنتكلم فيه. طيب وبرضو وقت التنفيذ المشروع متوضح، تاريخ البدء، جدول أيام العمل، دي حاجة مهمة. ممكن المالك يفرض على المقاول إنه يشتغل في أيام معينة. احنا قلنا إن في مشاريع ممكن طبيعة المكان اللي فيه المشروع ما ينفعش تشتغل في وقت متأخر، ما ينفعش تشتغل يوم جمعة، حاجات زي كده. تمام. بتختلف من مكان لتاني أو من مشروع لمشروع، فكل الحاجات دي تبقى متوضحة. الضمان، أنت هتقدم لي ضمان بقيمة كذا، فتح العطاء هيبقى في جلسة مغلقة أو مفتوحة. طبعا هو السائد او الغالب بيبقى جلسه مفتوحه، بس لا يمنع ان لو اتحطت في الشروط جلسه مغلقه، ماشي، على اساس ان المالك في النهايه هو اللي صاحب القرار في الاختيار. تمام. تحديد مكان وزمن فتح العطاء، المكان بتاعه والوقت بتاعه،
وممكن يبقى في اجتماع يحط لهم من ضمن ان هعمل اجتماع قبل تقديم العطاءات يوم كذا، لان ممكن هما بيدرسوا في تساؤلات، هيعمل اجتماع ويرد على التساؤلات دي. طبعا هو الملك في برضه يهمه ان الامور تمشي بشكل كويس، التساؤلات دي يرد عليها، الناس تقدم عطاءات، يختار عطاء باقل تكلفه مع احسن جوده. تمام. ايه الملحقات دي بقى؟ طب افترض ان بعد ما المقاولين خدوا ورق المناقصه وابتدي يدرسوه، المالك عمل تعديل على جزء من التصميم، يعني هو خلاص وزع عليهم الورق، اكتشف فيه خطأ او فيه بند معين ممكن يتنفذ بشكل احسن، فراح معدل. التعديل اللي عمله ده يبعته لهم في صورة ملحقات، دي بقى اللي احنا بنسميها الملحقات. يعني ده امر وارد جدا. ممكن حاجة تانية، واثناء ما هم بيدرسوا لقوا فيه مشكلة او حاجة مش واضحة فرجعوا بيها للمالك، فالمالك عمل ملحق رجع وزعه عليهم. تمام، زي ما مكتوب هتلاقي الكلام متوضح. المقاول يكتشف أخطاء يرجع بيها للمالك، المالك يعمل بيها ملحق، وهكذا. يبقى تعريف الملحقات يبقى تعديلات رسمية وتوضيحات بتصدر من المالك أو ما ينوب عنه إلى كل المتقدمين للعطاء خلال فترة المناقصة. تمام، يبقى هم في من الاسبوعين ل6 أسابيع دول قاعدين يحسبوا وشغالين، وهم شغالين يجي لهم ملحقات. ده النقطه الفلانيه في توضيح ليها معين، ده البند الفلاني بس عدلنا في التصميم كذا. يبقى هم بيحسبوا ويقيموا، وفي اثناء ما هم بيعملوا كده ممكن يجي لهم ملحقات من المالك او ما يدوب عنه، اللي هو طبعا يبقى في المرحله دي يبقى الاستشاري. تمام، تم تعداد في الرسومات. طبعا ده هنا تنبيه بيقول لك ان المالك بيحاول على قد ما يقدر ما يبقاش فيه تعديل في التصميم بعد توقيع العقد، لان قبل توقيع العقد هو عنده مجموعة من المقاولين بيتنافسوا، لكن بعد ما وقع العقد خلاص انت هتبقى ملزم تشتغل مع مقاول معين. لو جه ممكن طلب تعديل، المقاول ده هو اللي هيحدد السعر، مش هيبقى عند المالك مرونة في التفاوض. تمام، ما فيش اختيار كده. طبعا بينبهك هنا ان ما تعملش بقى، تحاول تحاول ما يبقاش في ملحقات خلال زمن تقديم العطاء، يعني الفترة بتاعت التقييم والتسمين دي فيها ملحقات، لكن خلاص الوقت ده خلص وابتدت الناس تقدم عطاءاتها وخلصوا حساباتهم، مش مفضل يبقى في الفترة دي ملحقات، لأن خلاص هم خلصوا شغلهم، فبيتجنب في الفترة دي يبقى في ملحقات، كل الملاحظات تبقى خلصت. وبيقول برضو إن المالك لازم يبقى متأكد إن كل المقاولين استلموا الملحقات، ما ممكن بيطلعوها في الملحقات وفي بعض الناس ما وصلتهاش الملحقات دي. فبيقول لك في العادة ان المقاولين بيتصلوا بالمالك قبل تقديم العطاءات عشان يتأكدوا ان كل الملحقات وصلته، فبيسألوا عن عدد الملحقات بكام، طلعت كام ملحق. تمام، قبل ما يقدم الورق بتاعه. طيب ايه البدائل اللي احنا كنا اتكلمنا عليها من شوية كمسمى، وقلنا هنوضحها في أثناء المحاضرة، فهي ليها بند بتاعها. البدائل دي ببساطة المالك عنده المشروع بتاعه وفي بنود ممكن بند معين يتنفذ بكذا طريقة، دي كذا بديل، يعني الجزئية دي أو البند ده ممكن ينفذه بالشكل ده أو بالشكل ده، وكل بديل لتكلفته. طيب
هو برضو المالك في باله ايه؟ ان انا لو جيت اثناء بعد ما وقعت العقد وجيت على بند منهم رحت نفذته بطريقة مختلفة غير الموجودة في العقد، كده هيبقى المالك المقاول هيفرض عليه السعر. فبيقول له لا، تعالى في المناقصة المالك بيبتدي يحط بدائل، يعني البند الفلاني دوت وقصاده البديل بتاعه، البند التاني وقدامه البديل. فالمطلوب من المقاول انه يحط سعر للبند الاساسي ويحط سعر للبديل، البديل ده اللي هو احتمال المالك ممكن يختاره بعد كده، احتمال اه واحتمال لا. تمام. طيب يبقى هو بيحط في مجموعة من البنود بيحط اسعارها وبيحط برضو أسعار للبدائل بتاعتها، خلاص؟ طيب بس لما بيجي بيتقدم بقيمة المناقصة بيحط السعر بتاع البنود الأساسية ملوش دعوة بالبدائل، يعني هو الطلب صحيح منه أسعار لبدائل بعض البنود حطها، لكن لما يجي يتقدم بقيمة المناقصة بيستخدم الأساسي. تمام؟ البدائل دي بقى هتفيد المالك بعد كده أثناء تنفيذ المشروع، جه بند منهم قرر يستخدم البديل بتاعه أو يعمل حاجة اللي هي عليها تعديل، فمش هيبقى مش هيرجع بقى يتفق مع ده، هو خلاص ده أنت الحاجة دي أنت إيه اللي هتعملها بالسعر الفلاني. تمام. وفي نفس الوقت بتدي ميزة للمالك يقدر يحسب التكلفة، يعني أنا لو عدلت التعديلات دي أو خدت البدائل دي التكلفة هتبقى واقفة عليها بكام، بتساعده في أخذ القرار وتساعده في ان هو ما ان المقاول ما يبالغش في او ما يبقاش هو منفرد في تسعير قيمة التعديل. فهي دي البدائل. تمام. طب نموذج تقديم العطل، احنا قلنا قبل كده هيبقى في نموذج كل المقاولين هيملوه، يعني مش كل واحد مقدم العطاء بتاعه مستخدم حاجة شكل، طبعا كده في احتمال بقى بنود تبقى ناقصة حاجة مش واضحة، لا هو بيبقى فيه نموذج والكل هيملوه. النموذج ده بيبقى فيه ايه؟ طبعا احنا برضو الكلام ده عموما، يعني ممكن تلاقي فيه نموذج، اصل اللي بيحط النموذج ده اللي هو نفسه اللي بيحط بنود العقد اللي هو الاستشاري، فبيحط ما يتراءى ليه ان هو مناسب عشان ينفذ المشروع. فما احنا فالعموم ممكن طبعا قيمه المشروع دي حاجه اساسيه، ونوع العقد، زمن تنفيذ المشروع، الضمان، كل ده هيتملي في النموذج. اشعار باستلام الملحقات، يعني هتكتب لي في النموذج اللي انت مقدمه انك انت استلمت الملحقات اللي احنا قلنا عليه، احط لي لسته باسامي المقاولين اللي هتستخدمهم في المناقصه في اللي هتستعين بيهم، يعني المقاول ده اللي متقدم في مقاولين باطن معاه المالك عايز يعرفه، عايز خبراتهم ومؤهلاتهم، شهادات مصرفيه ده غير الضمان، يعني شهاده مصرفيه بتفيد امكانيات، احنا قلنا ان المالك اللي المقاول ممكن في فتره بيمول المشروع من قبل ما ياخد مستحقات، فهو لازم يبقى عنده امكانيات، فالمقاول عشان يبين ان هو عنده امكانيات ماديه بيقدر يشتغل بيها مش طول الوقت مستني كل ما يتحرك خطوه عايز فلوس من المالك، لا هو عنده امكانيات وممكن يشتغل، فبيقدم شهادات من البنوك ما يفيد ان هو عنده امكانيات ماديه، المعدات بقى المتوفره عنده، ماشي، التوقيع. طيب تعديل وانسحاب العطاء، ده كده ممكن المقاول، طبعا احنا برضو بنأكد كلمة مقاول لما بنقولها مقصود بيها شركة مقاولات وفيها مهندسين. تمام. ممكن يعدل معناه ان هو قدم عطاء وعايز يعدله، او ممكن ينسحب بعد ما قدم العطاء لا عايز يتراجع، فممكن ايه اللي يخليه يعني ممكن يعني المفروض الشركه اتقدمت لعطاء معناها ان هي عندها رغبه ان هي تنفذ المشروع. تمام.
ايه اللي يخليه يعدل او ينسحب؟ التعديل وارد ان هو لو اثناء عمليه التقييم والتسمين، ودي احنا قلنا هو بيقعد عمليه التقييم دي داخل فيها طبعا بيقيم قيمه البنود وبيختار مقاولين من الباطن هيشتغلوا معاه، فممكن يكتشف ان في جزء في الحسابات عملية التقييم بتاعته كانت مش دقيقة، تمام، او لأي سبب مقاول كان منتظر هيتفق معاه، المقاول ده انسحب هيجيب واحد تاني لقى سعره اعلى، فالمهم لقى ان العطاء اللي هو قدمه ده مش هينفع كده، ده لو هو بالشكل ده وكسب ده هيخسر، يعني قصدي لو الملك اختاره هو مش هيقدر ينفذ بالمبلغ القليل اللي قاله ده، فبيطلب ان هو يسحب العطاء عشان ممكن يتقدم بعطاء جديد او ما يخشش بقى في المناصب، هو الموضوع ما ايه ما اتظبطش معاه، تمام، فيعدل او ينسحب. فبيعمل الموضوع ده ازاي؟ بيقدم طلب كتابي للمالك، انا عايز اعمل تعديل في العطاء بتاعي او عايز انسحب من العطاء. لحد هذه اللحظه هو ما كانش لسه في فتح مظاريف حصل، تمام. عمليه الساء العطاء دلوقتي تم فتح المظاريف وتعرف العطاء بتاع كل مقاول، طبعا عمليه ان انت بتختار المقاول دي ما بتبقاش في اللحظه والتو، ودي بتاخد وقت برضه، يعني بعد جلسه فض المظاريف بيبقى في وقت على ما يتم الاستقرار، لان طبعا بيقعدوا يدرسوا في الايه في العطاءات المتقدمه فبياخدوا وقت، تمام. فاذا الموضوع ما بيتمش زي ما كاتبين كده اللي هو يعتقد عموما ان تفسير العقد يعطى العطاء الاقل قيمه، يعني مش مجرد انك لقيت اقل قيمه فهو ده بتختاره وخلاص، ممكن تختار الاعلى قيمه لاسباب تانية، حاجات ليها علاقه بالخبره سابق المعامله وهكذا، حاجات كتيره، تمام. والموضوع في الاخر زي ما هو مكتوب بيرجع للمالك، يعني ممكن العطاءات اللي اتقدمت دي المالك في بيبقى في ذهنه مبلغ معين كلهم قدموا مبالغ مرتفعه، ممكن يرفض كل العطاءات، لان المقاول برضه من المالك من ناحيته هو بيعمل عمليه تسمين برضه، يعني هو معاه استشاري والاستشاري هيحسب له قيمه البنود ويحط عليها قيمه ارباح ممكن محتاجها المقاولين، هيقول له في الاخر ان المشروع ده في حدود كذا، دخل له التكلفه مع ربح المقاول، تمام. اذا المالك عنده فكره مسبقه عن المشروع هيتكلف في حدود كذا، ممكن العطاءات اللي اتقدمت دي كلها عاليه عن المبلغ ده بشكل ايه ما لا يمكن التجاوز عنه، فممكن يرفض كل العطاءات، تمام. طيب المهم تم فتح المظاريف، هو كان مديهم تعليمات مثلا بيقول لهم ان هيتم ترسية العطاء من 30 ل 60 يوم بعد فتح المظاريف، يعني هنا مديهم مثال لصيغه ممكن حاجه مكتوبه، دي من ضمن التعليمات اللي ايه اللي المالك مديها للمقاولين، كاتب لهم ايه بقى، ترسية العقد يتم خلال 45 يوم من فتح العطاءات، يعني اذا بعد فتح العطاء ده في وقت لحد ما يتم الاستقرار على مقاول معين، يعني الموضوع مش موضوع اقل مبلغ وخلاص، لازم برضو يتاكدوا انه هينفذ بالمواصفات المطلوبه، تمام. يبقى خلال 45 يوم بعد فتح العطاءات الى المقاول الكفء صاحب العطاء الاقل سعرا والذي يتقيد بكل المواصفات والشروط المحدده في الوثائق، وسوف يبلغ المقاول الفائز كتابة بأن عطاؤه قد تم قبوله وبالتالي تمت الترسية عليه. طيب إذا لم يتم ترسية العقد على المقاول خلال 45 يوم من فتح العروض فبإمكان المقاول الانسحاب، يكتب للمالك إن أنا هنسحب، طبعا أكيد المقاول ده برضه يعني
في عطاءات وشغل في كل حته، فهو عايز برضه يحسم اموره، لان هو لو ممكن هو امكانياته التزم بمشروع معين ما بيشتغلش في اكتر من مشروع مثلا، عايز يحسم اموره، هل الشغل ده هيخش فيه ولا لا، طب مش كده عشان اشوف حاجه تانية. تمام. طب الاخطاء في العطاءات، ممكن المقاول، طبعا العطاء ده اللي بيعمله المقاول، فالخطأ ده هنا خطأ مقاول، ممكن يبقى فيه أخطاء في العطاءات. طبعا دلوقتي الموضوع إيه، ممكن يبقى المقاول عمل عطاء وكسب، زي المثال اللي احنا هنوضحه دلوقتي، وبعد ما تقدم بالعطاء وكسب اكتشف ان كان فيه خطأ، هو لو نفذ بالطريقة دي هيخسر. تمام ماشي. او ممكن زي المثال اللي احنا قايلينه ده قبل ما العطاء يتفتح، المثال ده كان بيقول ايه، ان شركة مقاولات اتقدمت في مناقصة لتنفيذ اعمال نظافة ودهانات، وتقدمت الشركة بعطاء يمثل اقل سعر، تمام، بين باقي العطاءات مسحوب بضمان 5%، وأثناء فترة تقديم العطاءات قامت الشركة بمراجعة الحسابات. هو تقدم وابتدأ برضه بعد ما قدم بيراجع، اكتشف خطأ وراح مبلغ المالك بسرعة على إن عندي خطأ في حساباتي، يعني إنه مش هينفع يستمر في العطاء ده. يعني هو بعت له، وفي اليوم التالي تم ترسية العطاء على هذه الشركة، يعني الشركة نبهت المالك ان انا عملت خطأ في الحسابات، بلغته رسم. المالك ما اهتمش بالموضوع او كده، وفتح المظاريف، والشركة دي طبعا هي اللي كسبت، لان هي عاملة خطأ مخليها مقدمة سعر مش معقول، يعني سعر مش مناسب. طيب المقاول رفض، بيقول لك طبعا طالما انا بلغته فالمفروض انا كده مش داخل في المناقص، رفض ان هو يوقع عقد وعايز الضمان المالي بتاعه، المالك ما رضيش يدي الضمان. هو قيمه الضمان ايه، لو انت فزت بالمناقصه ما تعرفش تنسحب. طيب كده المقاول راح رفع قضيه في قدام القضاء بقى. المقاول بيحاول يثبت ان الخطا بتاعه غير مقصود، والمالك بيقول لا ده خطأ مقصود، يعني زي تحايل يعني. تمام. طيب الحجة اللي دفع بيها او حجة المقاول ايه، قال انه ان انا مقدم، اول حاجة بيقول لك ان الحساب الكميات والتسمين عملها ناس ما كانوش هم الناس المعنيين بالموضوع ده، يعني في ناس مسؤولة عنده في الشركة، فبس الجزئية دي عملها ناس تانية. وبيقول لك كمان ده أنا مقدم عطا في نص البنود، يعني مقدم لك مبلغ إن أنا هنفذ نص، مكتوب في نص البنود مش البنود كلها، يعني حتى أنا كوني فوست مش هعمل لك كل البنود، لأن أنا اللي مقدمه على نص البنود. تمام. فالمهم الموضوع رسي على إيه، المحكمة حكمت إن المقاول يسترد الإيه الضمان بتاعه، خلاص. طيب بناء على قالوا إن تصرف المقاول ده كان عن حسن نية، طبعا هو لما قدم العطاء ذكر المبلغ اللي هو بتاع العطاء ده، وكان ذاكر جزء بس من البنود، زي اللي هو بيقول لك نص البنود، يعني أنا قال لك هعمل البنود دي بالمبلغ ده، تمام، مش هيعمل كل البنود، فكان ده كده دي فيها حسن نية، خطأ واضح ان ده خطأ. والمحكمة بتقول لم يكن هناك اهمال واضح من المقاول، تمام، وان هو كمان بلغ المالك اول ما اكتشف الخطأ، وقالت كمان ان المقاول هيتضرر لو ما خدش الضمان المالي، يبقى هو انت كده خسر بدون ما يكون ارتكب خطأ ايه مقصود، والمالك مش هيتضرر. طبعا الملك اصلا هيبقى عنده تاني وتالت، يعني المناقصه دي لما اتفتح المظاريف كان بالاضافه للمقاول اللي فاز
كان في العطاء تاني وعطاء تالت، المبلغ اللي هو ايه اقل بعديه، يعني كان في تركيب فطبعا هو خلاص لما رجع الضمان لده هيروح لتاني عطاء على طول بعديه، يعني كان ده قدم اقل سعر هيروح لاقل سعر اللي هو بعد ده، بس يبقى هو ده اللي كسب، يعني مش هيرجع يعمل مناقصه من اول وجديد، وبكده يبقى محدش ايه يعني المشكله اتحلت. تمام. دلوقتي في اسئله في موضوع المحاضره، لو اسئله زي ما احنا ماشيين مع بعض خارج موضوع المحاضره بقفل بس التسجيل ونبتدي ايه لو في استفسارات دلوقتي على الجزئيه الحاجات اللي انا شرحتها دي. اتفضل يا باشمهندس. دكتور اخر حته دي يا دكتور، اللي هو مش عارف الملك رفع المقاول قصدي رفع دعوه قضائيه وكده، تمام؟ حضرتك بتقول ان اكيد اكيد مثلا هو عدى 45 يوم بعد كده الملك رسل المقاول قال له ان انت خلاص 45، ما كانش العطا اتفتح لسه، هو ارتكب. بص المثال ده بيقول لك ايه، هو لما قدم عطا انه هينفذ نص البنود بالتاكيد ده العطا ده مبلغ قليل اقل من اي حد هيتقدم، يعني انت لو شغلانه فيها 100 بند واحد بيحسب عامل حسابات خطا خد حسابات 50 بند منهم وقال لك في العقد ان انا في العطا بتاعه ان انا هنفذ 50، فبالتاكيد ده المبلغ ده اقل من اي حد تاني. تمام. المالك ما لا فتح ولا ان المبلغ ده اقل مبلغ، انت اللي فزت. تمام. مقاول شاف ان هو ما ارتكبش حاجه خطا، ما انا بلغتك، راح رفع قضيه عايز الضمان بتاعه. طبعا المكتبات وبعت له الحاجات دي بتبقى رسمي، دي ده شغل الشركات، يعني بيبقى مثبت انه يقدر يثبت ان انا بعت له يوم كذا، يعني ممكن فاكس وكده، يعني المواضيع مش معاملات مستوى شخصي، يعني خطبات رسميه. تمام. فدي مثال بسيط بيوضح لك ان وارد اخطاء، وارد بيحصل اخطاء. ايوه ايوه يا دكتور، ما هو مش ده سؤالي، بس ثواني، هو سؤالي يعني ان انا عارف كل الكلام ده، بس انا سؤالي ان يعني مثلا بيكون اكيد لما المقاول رفع عليه دعوه اكيد كل ده خد وقت، اكيد يعني المحكمه خدت وقت عبال ما تحكم والكلام ده. فممكن يكون عدى وقت كبير، فبالتالي المقاولين اللي هم كانوا مقدمين المناقصات او مقدمين العطاءات بتاعتهم هينسحبوا زي ما حضرتك قلت بعد 45 يوم، فبالتالي لازم يعمل مناقصه جديده. في الثاني وفي الثالث. ايوه، ما ممكن يبقوا انسحبوا ولا حاجه عشان عدى وقت كبير بعد ما المحكمه خدت وقت. مش شرط، اصل دي احتمالات كتيره برضو، دي احتمالات وارده. طب ما ممكن الحكم كان سريع يعني ما خدش وقت. يعني ممكن يبقى الموضوع ما خدش وقت. اصل دي اصل ده احتمال من 100 احتمال، انت عامل زي ما ايه ممكن نقول المقاول بعد ما كسب اتوفى، ما الاحتمالات دايما وارده، صاحب الشركه اتوفى. أيوة. أيوة. كل شيء وارد بنسب يعني، بس احنا بنتكلم في العموم، يعني بلاش كده، خليك انت من طرف المالك خلاص، او يعني انت مكانه، ما انت بلاش العطا ده، او في واحد تاني، يعني دي الحاجه اللي فيها مشاكل برضه. تمام يا دكتور. تمام. لو في سؤال تاني. حد لسه بيرتب سؤال، انا منتظره. طب هقفل التسجيل، ولو في اي حاجه تانية لا بس ننزل الحضور.